37 عاماً بنفس الزاوية ونفس الحارة، أنشأ من فراغ سوق الحريقة محلاً كبيراً يتسع لعشرات وعشرات الزبائن. ابتسامة وسلامات على مر الدقائق لجيرانه وأصحابه الذين اعتادوا جلوسه واعتادوا حركات لفه للتماري. والله تعلمت عن طريق ناس هون يعني، بس أنا عم نشتغل على إيدنا، نشتغل معجنة طحين، طحين زيرو مع طحين أسمر، ونعجنها بمي ومع شوية فانيلا بتزبط، بصير نعجنها حتى تصير طري، بس صارت طيبة نقليها قليب الزيت، مثل شو بتقلي البطاطا والبيتنجان، تغمر هاي هيك بصير. العجنة غير العجين العادي، عرفت شلون؟ يعني عجنة بتجي مثلا طحين الزيرو بيجي قاسي شوي، نحط له شوية طحين أسمر مشان تصير طرية، نعجنها مع بعضها منريحها شغل دقيقتين أو ثلاثة، بنمدها بالصينية بنحطها يعني قراص قراص، بعدين بنمدها على البلاطة على الخامة، بعد ما نمدها على الخامة بنحطها على القلي، نقليها ما بتنقلها قلي كامل، تنزل في المقلاية للأرض بتطوف بنشيلها بنحطها فوق بعضها، بعد ما نحطها فوق بعضها نظبطها بنكبسها حتى تصف الزيت، بس صفى الزيت بنشيلها بنحطها على البيع على الاكل دغري مباشره. والله هاي اللقب اجى من الناس، ملك التماري ملك التماري، والاكل نفس، الاكل وقت بيكون بتسخي عليه بصير طيب. هلا في ناس بتبخل يعني تحط شوي، نحن بنكثر بصير طعمته طيب. صعوبتها بالشغل، بس بالشغله بالقلي بالمد شوي فيها صعوبه، تاكل وقت، هي تراث، هي تراثي، والتراث يعني لازم واحد يحافظ عليه، وأنا محافظ عليها ما تركتها، صار دمي مغوص فيها ما خرج. مهنة تحتاج للكثير من الصبر، وأبو سطيف ملك التماري صابر على مهنة ساندته طيلة 37 عاماً.